سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم يعني كيفاش كنحضر الطاجين ديالي في البيت. ومهم يعني كنظن يعني كاع البنات راه كيعرفوا طيبوا، غير انا يعني بغيت نشارك معكم هذا الطويجين اللي غادي يجي خفيف يعني للعشاء. وهانتوما معايا مو بالنسبه للطاجين، انا يعني فضلت باش يعني نستعمل فيه فقط البطاطس كما كتشوفوا معايا، البطاطس، وغادي نستعمل حتى شويه ديال الجلبانه يعني باش كيجي بنين الطاجين. وغادي نستعمل خيزو، هادو هما المكونات او المكونات الرئيسيه اللي غادي نعتمد عليها في هاد الطويجين اللي غتشوفوا معايا. والدجاج طبعا يعني كاين اللي كيدير الحب، كل واحد يعني وشنو عنده في البيت. بالنسبه للمكونات البنات اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج الربيع كما كتشوفوا معايا انا عندي مقطعه، البقدونس المهم ربيع مخلط الناس ما كنفرش بيناته. وغادي نحتاج هنا طيب ديال الحامض كيعجبني في الطويجين، وشويه ديال السكنجبير، وعندي هنا يعني البزار، شويه ديال التحميره كاين ما كيتستعملش التحميره وانا كتعجبني يعني في الطاجين. المهم عندي هنا يعني خرقوم عرق، وعندي يعني الدجاج الكميه اللي غادي نستعمل، وطبعا البصل يكون يعني مقطع طرافي صغار طريفات صغار او كبار، كل واحد كيفاش كيبغي البصل يعني يكون باين ولا ما باينش. المهم غادي نستعمل حتى جوج ريوز ديال الثومه عندي هنا محكوكين، والبنات مطيشه كاين ما كيديرهاش، انا خديت غير مطيشه صغيره حكيتها بشرتها حصلت عليها بهذا الشكل كتنسم حتى هي وكيجي يعني لاصوص خاتم. المهم البنات كما تشوفوا معايا هنا شعلت البوطه، غادي نخلي يعني الطويجين ديالي يسخن وعاد غادي ندير نضيف الزيت. المهم البنات كما شفتوا معايا هنا درت الزيت يعني المقياس اللي غادي يطيب فيه هذا الشيء، ودرت يعني الدجاج اللي عندي، وهنا غادي نضيف فوق من الدجاج عندي شويه ديال الملح فين يعني يتقلى الملح، طبعا كتبقى على حساب الذوق. درت غير شويه البنات حيت باقا يعني ملي غنغلي الخضره غادي نزيد. غنزيد البنات البصله اللي قرفتها، غنزيد حتى هذيك المطيشه اللي حكيتها. كما كتشوفوا معايا البنات عندي هنا يعني الدجاج راه تقلى ليا مزيان، غنزيد غير شويه الماء اللي ديجا يعني سخون، او ما تزيدوش يعني ما يكون بارد، ما يعني سخنوا عاد زيدوا، مستمر يعني في التحريك مزيان صافي ونضيف الخضره ديالنا. المهم صافي البنات يعني من بعد ما تقلى ليا الدجاج دابا غادي نضيف فقط الخضره اللي عندنا وانتم معايا.
البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما استفدت الخضره ديالنا يعني ممكن ديروا اي حاجه الكورجيت اي حاجه يعني عندكم ممكن تخدموا بها. انا يعني فضلت نخدم طاجين غير بالجلبانه وبطاطا والخيزو. المهم دابا البنات كما تشوفوا يعني ضفت كاع الخضار اللي عندي ودرت هنا الحامض، دابا بقى لي غير الروي ونعاود ندير شويه ديال العطريه من الفوق ومليحه غير باش الخضره حتى هي تجي بنينه. المهم البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما رويت البنات يعني انا ها يعني كملت قويت شويه الرواعي على حسب يعني كنطيب عندي جلبانه حيت الجلبانه شويه كتشطير هي وخيزو وصافي. دابا غادي نضيف غير شويه طربيع من الفوق هكا غير باش يجي يعني نسب صافي ونخلي يعني الطاجين يطيب غير على المهل يعني نقصوا عليه وخليه يطيب ياخذ يعني ريحته في الطياب باش كيجي لذيذ ويجي يعني عاقد وخاتم. هانتوما البنات يعني ضفت هنا يعني الربيع كما كتشوفوا معايا صافي. دابا غادي نسد على الطواجين ديالي عادي كما تشوفوا صافي ونخليه يطيب على راحته. في هذه الاثناء انا غنمشي نتفرج شويه في اليوتيوب نمحل شويه. المهم ملي يطيب ها نتوما معانا. المهم حبيباتي من بعد ما طاب العشاء كما كتشوفوا معايا ها الطويجين كيجي على هذا الشكل البنات يعني الصراحه ما شهيتكم فيه الرائحه يعني طالعه زوينه وبالخضره. المهم البنات كنتمنى يعني لا عجبكم الفيديو انكم تدعموا القناه باللايك ديالكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو. نقول لكم السلام عليكم تلقاو في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.